عقود متواصلة قامت خلالها الدولة المصرية بدعم القضية الفلسطينية سياسيا ودبلوماسيا عن طريق دورها الرائد وخلال العام الاخير قامت مصر ببذل جهود دبلوماسية وسياسية لتسليط الضوء على الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة ورفض التهجير القسري لمنع تصفية القضية ووجهت مصر انظار العالم للخرق الواضح من الجانب الاسرائيلي لجميع المواثيق والأعراف الدولية. لا لم يعد عالم تحكمه المواثيق الدولية بل بقعة يحكمها قانون الغاب وتستأسد فيها الضباع ويروع فيها الآمنون ويفترس الأطفال حرفيا. في هذا العالم، سقطت اقنعه العدل وحقوق الانسان وانتهكت شعارات تشدقت بها دول ظنناها كبرى فانفضحت ضالتها وكذبها وكيلها بمكيالين بحسب مصالحها ومصالح حلفائها لم تعد الحرب على غزه مجرد عدوان لاحتلال اسرائيلي غاشم على شعب اعزل بل تخطى تلك المرحله ليخرج للعالم لسانه متحديا كافه المواثيق الدوليه والهيئات الامميه المهترئه وهو يعيث في الارض قتلا وتدميرا وانتهاكا وخرابا مره بالمجازر والاباده الجماعيه ومره بسلاح الجوع والعطش والحصار لطالما حذرت مصر من ان الاحتلال الذي استنفذ جميع اشكال القتل والتنكيل ويبث مجازره بثا حيا مباشرا وسط مباركه دوليه لا ينبغي ان نلومه هو بل ينبغي ان نوجه اصابع الاتهام لهؤلاء الذين تركوه لاكثر من سبعه عقود بدون رادع لهؤلاء الذين يمدونه بالاسلحه الفتكه ليستكمل المقتله الدائره في غزه وفلسطين كلها وبدلا من ان تتحرك المنظمات والمحاكم الدوليه ضد ما يجري وتسارع باجراء محاكمات لمجرم الحرب نجد ارتخاء غير مسبوق في يد العداله الدوليه المزعومه لقد تنبهت مصر منذ فتره طويله بما يحدث من تدهور كبير في حاله السلم والامن الدوليين وحذرت من الغبن الواقع على فلسطين والذي سيجر المنطقة بل العالم بأسره للهاوية لا سيما بعدما تحدت إسرائيل الأمم المتحدة بل وللمرة الأولى تقتل أعدادا كبيرة من العاملين فيها بلا حساب قرأت مصر التاريخ واستشرفت المستقبل حين وصلت المهزلة لدرجة منع الاحتلال مدير العنروة من الدخول لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة وعندما تدخل الأمين العام للأمم المتحدة لمحاولة إنفاذ المساعدات لقطاع غزة تحداه مندوب إسرائيل وطالبه بالاستقالة فما كان من مصر إلا الاستمرار في مطالبتها في كل المحافل بإصلاح ميثاق الأمم المتحدة ومؤسساتها وعلى رأسها مجلس الأمن بتوسيع عضويته لتضم دولا تمثل العالم الثالث وقدمت خطة عادلة ومحكمة للإصلاح كما دعت لتقنين حق الفيتو الذي أصاب الهيئات الأممية بالشلل ولقد كان للدبلوماسية المصرية دور فاعل في فضح سياسة الكيل بمكيالين تلك التي أدت لتساء رقعة الصراع بعد أن امتدت يد الإجرام إلى لبنان بجانب استهداف سوريا واليمن على نحو يهدد بانفجار المنطقة والعالم بالتبعية ووضعت مصر سؤالها الكاشف ان الكره الارضيه في طريقها للاشتعال جراء الظلم البين ونزيف الدماء اليس لديكم عقل رشيد